مجلة ناتشر كلايمت تشينج وهي مجلة مختصة في علوم البيئة بتنشر ورقة بحثية تتحدث عن حل علمي لأزمة سد النهضة ما بين مصر وإثيوبيا. تعالوا نشوف مع بعض العنوان وبعض الأجزاء الهامة من هذا التقرير أو هذه الورقة. يحتدم الخلاف حول أكبر سد في إفريقيا، العلم لديه حل، ده كان العنوان. وجدت الدراسة أن تقاسم المنافع هو أفضل طريقة للخروج من مأزق سد النيل بين مصر وإثيوبيا والسودان أيضا. طيب ايه الدراسة بتقول ايه؟ ايه التفاصيل؟ تعالوا نشوف عملوا ايه في الدراسة دي وايه اللي وصلوا له، وهل الكلام اللي وصلوا له ده جديد؟ يعني هل محدش قاله قبل كده؟ هل محدش فكر فيه قبل كده؟ هل دي فعلا حاجة علمية جديدة اكتشفوها المجلة دي، ولا الكلام ده قيل قبل كده ولم يعني يحدث أثر أو ما جابش نتيجة؟ تعالوا نشوف مع بعض كده التفاصيل بتاعة هذا التقرير. طيب، دراسة علمية تقاسم المنافع هو أفضل حل لأزمة سد النهضة. هناك في أقصى الصورة عندك أبي أحمد وعبد الفتاح السيسي. عندنا هنا استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء سيناريوهات لتشغيل السد. بيقول من جانب إثيوبيا، إذا حصلت إثيوبيا على الحد الأقصى من الطاقة سيكون لمصر مياه أقل. طيب، إذا قامت مصر بتعظيم الطاقة الكهرومائية فإن إثيوبيا تخسر في مجال الطاقة. هناك حل وسط. إيه بقى الحل الوسط؟ تساعد البلدان الثلاثة بعضها البعض ولا تزال تستفيد. إيه ده بس كده؟ يعني بس هيساعدوا بعض وهيستفيدوا؟ لا، بيقول كمان لما يكون في جفاف على إثيوبيا زيادة المياه بمصر، وبيحدث العكس في مواسم الفيضانات والأمطار. الحاجة لتغيير المفاوضات من كمية المياه إلى تقاسم المنافع. أنا مش عارف هل أنا قريت الكلام ده في وثيقة المبادئ بتاعة مارس 2015 ولا لا، هسأل ضيفي في النقطة دي. كمان تقدم الدراسة حلا سيكون الجميع فيه رابحا، وبينقل عن شرف الدين بانجا في كلية المدينة للعلوم والتكنولوجيا في الخرطوم. إلى أي مدى الكلام ده منطقي؟ أنت عارف الجماعة اللي بيعملوا الأبحاث والحاجات دي، مش عايز أقول بيبقوا حالمين أو مثاليين قوي، لكن هم اشتغلوا وقدموا دراسة وقدموا ورقة بحثية. زي ما قلت، هل الكلام ده أول مرة يطرح؟ هل طرح قبل كده؟ تقاسم المنافع، موضوع الكهرباء، استغلال الفيضانات والأمطار، الكلام ده كله هسأله لضيفي. لكن الحقيقة النهاردة الصبح كان في خبر نقلا عن موقع روسيا اليوم، بيقول إن مصر تحذر من أزمة جفاف مرتقبة، أيوة، وتكشف عن إجراءات عاجلة. يعني إحنا عندنا أزمة في مصر، يعني عندنا أزمة جفاف في مصر. طب إحنا هنتعامل مع ده إزاي؟ هنعمل ده إزاي؟ هل يمكن إن إحنا نستفيد من الدراسة اللي مطروحة؟ هل في أطر أخرى للحل؟ المحادثات اللي كانت مع فرنسا مثلا من يومين بخصوص سد النهضة، الكلام اللي حصل ما بين بلينكن والسيسي وسامح شكري إن لازم الولايات المتحدة تتدخل في قصة سد النهضة. خليني أنقل هذه الأسئلة وأكثر إلى ضيفي اللي بينضم إلي عبر سكايب، الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود والموانئ في جامعة يونيتن في ماليزيا. أهلا بك دكتور. أهلا بحضرتك، كيف الحال؟ الحمد لله، بشكرك على وجودك. وعايز أبدأ معاك من دراسة ناتشورال كلايمت تشينج. هل الورقة البحثية دي جاءت بجديد من وجهة نظرك؟ لا أعتقد أنها جاءت بجديد. إحنا يعني أنا وغيري تحدثنا في هذه الأمور على مدار السبع سنوات الماضية. وخليني أجيب لك من الآخر، لو أثيوبيا نجحت في توليد حوالي 2400 ميجا وات يوميا على مدار السنة، فلن يكون هناك أي مشكلة للدولة المصرية. أنا مؤيد لفكرة الاستفادة أو التعاون في الاستفادة في المنافع بتاعة سد النهضة، ولكن ليس عن طريق إقامة مشاريع زراعية زي ما الإمارات تنوي إنها أو بتخطط إنها تعملها. لأن لو أقمت مشاريع زراعية معنى كده أن أنت هتستولى على المية اللي طالعة من نهر النيل الأزرق لري تلك المشاريع، ولكن يمكن أن أنت تعمل مشاريع صناعية زي مصنع ألمنيوم في السودان بالقرب من سد النهضة. مصنع ألمنيوم ده بيستهلك كمية كبيرة من الكهرباء، ولذلك أثيوبيا ستجبر على تصريف كمية أكبر. زي ما قلت لك، لو ضمننا من 2000 ل 2400 ميجا وات كهرباء في الساعة على مدار اليوم على مدار السنة، فلن يكون أي مشكلة مياه بالنسبة للدولة المصرية ما لم يقم هناك مشاريع زراعية. طيب أمال لو ما فيش مشكلة، لو حتى إثيوبيا عملت اللي بتقول عليه دكتور،
طب ليه الناس كلها كانت بتتكلم ان في خطر وسد النهضة هيقلل حصة مصر من المياه طالما القصة بالبساطة دي يعني؟ لان اثيوبيا بتخطط انها تصرف من سد النهضة اقصى كمية 31 مليار، ف 31 مليار ده اقل من التدفق الطبيعي لسد النهضة بحوالي 18 او 19 مليار، لان متوسط التصريف بدون سد النهضة حوالي 49 مليار. لما اثيوبيا مثلما عملت ايام ترامب وراحت ايام ترامب وقالت انا هطلع 31 مليار فقط، وجاء ترامب ضغط عليها وقال لا لا طلعي 37 بدل من 31، راح سابته ماشيه. فلو اثيوبيا اصرت على الخط الاحمر، وهذا خط احمر في السياسه الاثيوبيه، انه بعد استكمال سد النهضه لن يخرج من سد النهضه اكثر من 31 مليار، بحيث انها بتهدف لامرين: الاستفاده من الكميه المياه الاخرى في ري زراعات جديده لشركات سكر ستقام بالقرب من سد النهضه، وايضا لانها يكون عندها فرصه لبيع المياه للدوله المصريه. فلو 31 مليار من ال 49 مليار لا هيبقى في مشكله، وده مش هيطلع ال 2400 ميجا وات في الساعه، ربما يطلع حاجه حوالي 1200 ميجا وات في الساعه. لذلك لو غيرت اثيوبيا من هذا الخط الاحمر وحصل اتفاق ملزم على انها تطلع ال 2400 ميجا وات في الساعه وتشتريهم السودان بسعر السوق، او حتى مصر تشتريهم، يعني افضل بكتير من ان احنا نعمل محطه كهرباء زي كهرباء سيمنز او كهرباء الضبع على سبيل المثال. لذلك لو التزمت الدول الثلاثه بهذا الامر ولا يتواجد اي مشاريع زراعيه كما تستهدف الامارات، ولكن اشجع الامارات على انشاء مشاريع صناعيه زي ما قلت لحضرتك مصانع ألمنيوم، وخاصه هناك في يعني الالومنيات متوفره كتير هناك بسبب طمي النيل. فاعتقد لو اقيم مشروع ألمنيوم ضخم بالقرب من سد النهضه يستهلك كهرباء كبيره بالاضافه لتوفير كهرباء للسودان، اعتقد مش هيبقى فيه مشكله. ولكن للاسف الشديد مش هو ده المخطط ليه، المخطط ليه ان هم يزرعوا اراضي زراعيه خاصه هتكون مملوكه لدوله الامارات، والتي يعني صرحت اكثر من مره بانها تنوي لاستثمار 20 مليار دولار في هذه المنطقه بدايه من سد النهضه لغايه الخرطوم. وطبعا هي بتتكلم على مشاريع زراعيه، فلو حصل والامارات عملت مشاريع زراعيه لانها محتاجه انها تسيطر على سوق الغذاء في المستقبل الكبير القريب. سوق الغذاء هيبقى يشبه سوق البترول في المستقبل القريب. لذلك لو مشاريع زراعيه انا ضد هذا الامر، مشاريع صناعيه يس انا مؤكد لهذا الامر. طيب الدراسه دكتور بتتكلم على، خليني يعني ارجع للاقتباس، تغير ضروره تغير النقاش من كميه المياه الى المنافع المشتركه. حضرتك انا اتكلمت على المنافع بتاعه اثيوبيا بتاعه السودان، طيب احنا ليه في مصر مصممين نتكلم عن المده عن الكميه ومش بنتكلم احنا ممكن نستفيد ايه من سد النهضه؟ لان اللي معروض على الترابيزه دلوقتي هو ان لو في مشاريع مشتركه هتكون مشاريع زراعيه اللي هي فرضاها الامارات على دوله اثيوبيا ومصر، ولكن مصر رافضه هذا الامر. ولذلك هي حتى مصر ما اقترحتش فكرة مشاريع صناعية، هي بس واقفة وتوقفت عن لا أنا أرفض مشاريع زراعية. لذلك لو فتحنا المفاوضات من منطلق جديد، وهو تشجيع الإمارات وتشجيع أثيوبيا على إنشاء مصانع زي مصانع الألمنيوم زي ما قلت، أعتقد مش هيبقى في مشكلة المفروض يعني. طيب السؤال الثاني هنا، أثيوبيا بتستعد للملء الرابع، النظام المصري مره بيكلم بلينكن مره بيروح لفرنسا، البرهان بيقعد مع ابي احمد بيقول له احنا متفقين على كل حاجه في سد النهضه. هل شايف من وجهه نظر دبلوماسيه وسياسيه بعيدا عن الدراسه بعيدا عن الرؤى الفنيه، مصر خارج اطار مفاوضات او خارج طاوله المفاوضات بتاعه سد النهضه؟ احنا لا يمكننا ان احنا نلوم السودان على موقفها الحديث، وانها الى حد ما ابتعدت عن مصر وبدات تتجه الى الجانب الاثيوبي، لان بصراحه يعني اكون صادق معاك، سد النهضه للسودان بمثابه السد العالي للدوله المصريه. سد النهضه سيفيد السودان من حيث توليد كهرباء، هم اوريدي متفقين على شراء 1000 ميجا وات كهرباء من السودان
والسودان استلفت 400 مليون دولار من البنك الدولي لإنشاء شبكة ما بينها وما بين أثيوبيا، أعتقد ستكون قادرة على التشغيل ربما بعد الفيضان اللي جاي. فهي هتستفيد كهرباء رخيصة، هتستفيد من ال 6 مليار متر مكعب اللي كانت توديهم لمصر كل سنة تحت اسم السلفة السودانية، هتستفيد منها في انها تتوسع في مشروع الجزيرة. فالسودان هتستفيد ربما اكثر من اثيوبيا من سد النهضه، ولكن طبعا في خطر كبير جدا وهو خطر انهيار سد النهضه واللي ممكن يشيله السودان بالكامل. لذلك هم دلوقتي بيبصوا على المدى القصير، يعني هو مش حاطين عنصر الامان في اعتبارهم. على المدى القصير لا، السودان ستستفيد اكثر بكثير لو هي انضمت للموقف الاثيوبي عن الموقف السوداني المصري، ونتيجه الضغوط الاقتصاديه اللي عاش فيها السودان النهارده. فانا شايف زحزحه تدريجيه في اتجاه لموقف السودان لاتجاه اثيوبيا. طيب، على سبيل المثال حل مشكله الفشق على سبيل المثال. موقع روسيا اليوم نقل عن الحكومه المصريه انه في ازمه جفاف قادمه وان في سيناريوهات للحل. السؤال هنا دكتور، الى اي مدى يتحمل سد النهضه الاثيوبي ازمه جفاف جديده في مصر؟ هو الحمد لله، يعني انا لسه داخل على السد العالي دلوقتي، والحمد لله السد العالي مليان كويس، يعني هو يمكن عند منسوب حوالي 184% منسوب كويس، يعني في ميه كويسه. ان شاء الله على مدار السنتين الجايين دول مش هيبقى فيه اي مشكله للمواطن المصري. للمواطن المصري بالداخل مفيش مشكله، ولكن مشكله لبحيره ناصر، ايوه هتبدا مع الملء الرابع اللي جاي دوت، لان الملء الرابع دوت هيشيل على الاقل 25 مليار. فمهما كان قيمه الفيضان اللي جاي في فصل الصيف، هو دايما احنا بنتعود يصل لنا حوالي 35 مليار في فصل الصيف فقط من النيل الازرق. فلو ان الفيضان اللي جه مثل هذا العام عام 22 اللي هو اللي قفل من كام يوم، يعني هيبقى في مشكله، ولكن مشكله بسيطه، لان عام 22 كان الفيضان جه بكميه كبيره جدا، حوالي 50% زياده عن المتوسط. ولكن احنا من تتبع التدفقات بتاعه النيل الازرق، لما بتيجي سنه فيها تدفق عالي جدا جدا جدا، فدايما بنتوقع السنه اللي بعديها يبدا بقى الجفاف، لان في منظومه السبع سنوات السمان والسبع سنوات العجاف. فلو العام فيضان 23 جه متوسط هيبقى في مشكله في بحيره ناصر، لو جه اقل من متوسط هيبقى في مشكله صعبه لبحيره ناصر. لذلك اتمنى ان يكون التدفق اللي جاي ده هو اخر سنوات السمان وليس اول بدايه سنوات العجاف. اشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد حافظ، استاذ هندسه السدود والموانئ في جامعه يونيتن في ماليزيا.